نصف العدة. كلمة الهيئة الدينية يلقيها الشيخ أبو هاني صالح قبلان مشكوراً، فليتفضل. هلا هلا بالروح بالدم نبديك يا سلطان، بالروح بالدم نبديك يا سويدة، بالروح بالدم يا إخوان. افتحوا المجال لو سمحتوا، مشايخنا مشايخنا افتحوا هيك وسعوا شقتين يعملوا. موجه البطل عليكم، الوقت بطل موجه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المشايخ الأبطال، الشباب البواسل. نحن نفتخر بأن الصدق، المروءة، الغيرة، النجدة، الشهامة، المحافظة على الجار وردع المظالم، أخلاق توارثناها عن أجدادنا. إخواننا بني معروف في الجبل الأشم من سوريا الجريحة يمرون اليوم بمحنة فرضت عليهم، مع العلم بأنهم ذوادون عن الحرية، شجعان أشداء، حماة الديار، لا ينامون على ضيم ولا يعتدون على أحد. حملوا في أعناقهم أمانة الدفاع عن الوطن في زمن المغفور له سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة العربية السورية الحرة. بل المؤرخ اللبناني الشهير حنا أبي راشد الذي عاصر الثورة السورية أقوال مأثورة، فقال: إذا جئت تعدد فضائل الدروز فهي تنحصر في ثلاثة أمور. أولها الدرزي يحافظ على عرضه كمحافظته على دمه. ثانيها الدرزي يحافظ على استقلاله كما يحافظ على ضيفه. الثالثها الدرزي سلام وحرب في آن واحد. فالسلام يعطونه لمن يرغب في السلام، والحرب يندفعون إليه ولو ماتوا عن آخرهم تجاه من يدفعهم إلى الحرب. أجل أيها الأحبة الأشاوس، فتاريخ سوريا يترصع بمآثر الدروز ومكارمهم من عزة نفس وتضحية في سبيل الغير وبذل الدم لحماية الضعيف المستجير. واليوم تفتح المنازل في جبل الريان الذي هو بإذن الرحمن سيكون دار أمان للوافدين المستضعفين من كل الطوائف. وقد صح قول أمير الشعراء أحمد شوقي حيث قال: وما كانت الدروز قبيل شر وإن أخذوا بما لم يستحقوا، ولكن ذادة وقراء ضيف كينبوع الصفا خشروا ورقوا. نعم أيها الجمهور الكريم، من هذا المنبر ومن هذه القرية الشامخة بحضراتكم، قرية بيت زن الزابود، قرية الصمود، نقوله نعم أيها الجمهور الكريم، من هذا المنبر ومن هذه القرية الشامخة بحضراتكم، قرية بيت جن الزابود، قرية الصمود، نقول لهؤلاء الأوغاد الذين يعتدون على أهلنا في جبل الريان وفي حضر وإدلب: ألم تعلموا بأننا أحفاد من نصر الرسول الكريم سيد المرسلين في كل معارك المسلمين؟ نقول لهم: ألم تعلموا بأننا أحفاد من نصر الرسول الكريم سيد المرسلين في كل معارك المسلمين؟ نحن أحفاد سلمان المقداد الذين رفعوا رايات الإسلام ورسوله على شفار سيوفهم. نحن أحفاد سلمان المقداد أبا ذر وعمار الذين رفعوا رايات الإسلام ورسوله على شفار سيوفهم. ف
فوالله العلي القدير أنتم زنادقة هذا الأوان، أنتم زنادقة هذا الأوان، والإسلام السمح منكم براء، لأنه دين الرحمة المحبة والإخاء، دين رسول الله خاتم الأنبياء. فوالله العلي القدير أنتم زنادقة هذا الأوان، والإسلام السمح منكم براء، لأنه دين الرحمة المحبة والإخاء، دين رسول الله خاتم الأنبياء. ألم تعلموا بأن أولاد من حرروا سوريا الأبية سورية سلطان باشا الأطرش الذي ألم تعلموا بأن أولاد من حرروا سوريا الأبية سورية سلطان باشا الأطرش الذي كان وأصحابه فحول الوغى أبناؤها وحومتها صناديد آساد الكريهة تزأر رجال أشدة كالشواهين والعدا من الخوف تلفى كالعصافير تنقر وكلهما من هبرزي سميدع وكلهما من هبرزي سميدع وقرم كليث الغاب والفهد ينظر وكل خضم أصيد وحلاحل شجاع لدى الهيجاء لا يتأخر. نعم نعم خسئتم أيها المرتزقة الضالون، نعم خسئتم أيها المرتزقة الضالون بأن تدنسوا تراب الجبل الأسم، خسئتم أيها المرتزقة الضالون بأن تدنسوا تراب الجبل الأسم، فنقول لكم نحن قوم لا نعتدي، ولكن إذا اعتدي علينا فنحن لا نهاب إلى الحق تعالى، فنحن لا نهاب إلا الحق تعالى. فبتوفيق العلي القدير سيكون الريان أجداثا لكم وتكون طعاما للخنازير. فأختمها فبتوفيق العلي القدير سيكون الريان أجداثا لكم وتكون طعاما للخنازير. فأختمها بقول للشاعر المهجري إلياس فرحات الذي قال: يا سائلي عنهم أتجهلهم وهم الذين على العلا جبلوا وهم بنو معروف همتهم بين الكواكب والورى مثلوا. البأس يركب كلما ركبوا والحزم ينزل حيثما نزلوا والعدل يجعل شيخهم حملا فإذا ظلمت استأسد الحمل. هم ناب سوريا ومخلبها وهي اللبوءة والعدا حملوا. هم ناب سوريا ومخلبها وهي اللبوءة والعدا حملوا. الله يوفقكم جميعا. حي السويدة وحي سلطان الجبل، حي السويدة وحي سلطان الجبل.